أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري لم يقبل بالهزيمة عندما رفض تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 9 من يونيو عام 1967. جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال حلقة نقاشية ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. هتكلم الأول، أقول الهزيمة إمتى؟ الهزيمة عندما تقبلها. الهزيمة عندما تقبلها. أنا عايز أقول لكم إن حالة الهزيمة كانت حدث هزيمة في الميدان العسكري، أنا بتكلم على 67، لكن خلي بالكم حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريون 9 يونيو، مش كده؟ عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا. أنا عايز أقول إيه؟ ده كان أمر بالنسبة للواقعة الهائلة بتأثيراتها الضخمة جدا على مصر وعلى الجيش وعلى حتى الأمة العربية كلها، كان هائل. لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا، ومحدش يشوه الفكرة دي، لأن في ناس كتير يقول لك إيه دي كانت مترتبة، دي كانت مترتبة الخروج. لا، المصريين خرجوا عشان يقولوا إن مش قابلين الهزيمة، والجيش خلصان، والإسرائيليين موجودين في سيناء كلها. إذن أول نقطة عايز أقولها لكل من مهتم بالقضية وعايز يعرفها، القضية مش بدأت في 73، القضية بدأت في أعقاب الضربة، في وسط حالة الألم والهزيمة خرج المصريين وقالوا لا إحنا مش واستحملوا من 67 ل 73 ظروف هائلة وضخمة على كافة المستويات.